جو ترحاب وتحية صباحية لكل مستمعينا الأوفياء وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة. وغادي نمشيو مباشرة الأولى فقرتنا شهيوات لالا مولاتي. غادي نتواصلوا مع المستمعة أمينة من مديونة ونتعرفوا على الاقتراحات والشهيوات اللي غادي توجد للمستمعات اليوم. صباح الخير أمينة. صباح الخير حبيبة ديالي. لاباس عليك؟ على خير الحمد لله. الله يبارك فيك. كنوجه التحية لكم كاملين لأسرة البرنامج كاملة. الله يبارك فيك. شكرا. وصديقات البرنامج وكذلك الأسرة ديالي، الزوج ديالي خلف محمد اللي راه كيسمع ليا دابا. إيه بالغير السلام. الوالدة بارك الله فيك، الوالدة والمرت خويا حتى هما راه كيسمعوا ليا دابا. إيه والعائلة كويس كاملين، عائلة الحميدي كاملين والعائلة خلفة، ما ننسى حتى شي واحد إن شاء الله. تحية ليك والأسرة ديالك وأسرة الزوج ديالك وتبارك الله عليك أمينة، وشكرا لك بزاف على تقاسمك الخبرات ديالك. وكنشكرك بزاف صراحة لأنه سيدي تبارك الله من المستمعات اللي في يوميا كيتواصلوا في الواتساب وكيصيفطوا لي يعني في القناة ديالها الرابط ديال كل الاقتراحات. وشكرا لك بزاف وكنزلوهم في موقع لالا بلوس. شكرا على المجهود. مرحبا. نبدو على بركة الله ان شاء الله. حبيبه بغيت نقدم لكم اليوم واحد البسبوسه اللي حطيتها في الموقع ديالي. اييه البسبوسه بالبرتقال، فيها ثلاثه البيضات ان شاء الله، فيها ثلاثه البيضات، كاس العنبه ديال الزيت، كاس ديال اللارو ديال سنيده، كاس عصير ديال البرتقال. اييه فيها جوج خمارات، ملعقه صغيره ديال روح البرتقال مليحه، فيها كاس ديال الكوك، كاس ديال السميده رقيقه، كاس ديال الفورز سيرو، عندنا فيه كاس ديال البرتقال وثلاثة د المعالق ديال سنيدة وخنيشة ديال الزهر. إيه الفاني ديال الزهر. ندوزو الطريقة زي ما نعود المقادير. نعودو المقادير إلا سمحتي. واخا واخا شكرا. كاس البيضات، كاس العنبة ديال الزيت، كاس لاروب ديال سنيدة، كاس ديال عصير ديال البرتقال، جوج خمارات، معلقة صغيرة ديال روح البرتقال مليحة، كاس ديال الكوك رقيق، كاس ديال السميده رقيقه، كاس ديال الفورز. اييه السيرو عندنا فيه كاس ديال البرتقال، ثلاثه د المعالق ديال السنيده وخنيشه ديال الزهر. كناخذوا البيض من طبيعه الحال كلشي كيكون واضح في الكيك. نخلطوا البيض مع السنيده، الروح ديال البرتقال في الخلاط، وحنا كنضربوا فيهم وكنضيفوا الزيت بشويه بشويه، عاد كنضيفوا كاس ديال الليمون، وحتى كنتخلط لنا المزيج كامل كنضيفوا ليه السميده هو في الخلاط. إيه؟ عاد كنكبوه في شي اناء وكنضيفوا ليه فورس ونضيفوا ليه الكوك والخمارات ونخلطوه عادي، نديروه في المول ندخلوه للفران. ملي كيطيب لينا كتكون السيرو وجدناه برد لينا والكيكه باقا سخونه، كنسقيوها بداك السيرو اللي حضرناه ونخليوها تشرب شويه داك الخليط السيرو كامل. إيه؟ عاد كنزينوها من الفوق بكونفيتير جاري ندهنوها به ونديرو اللي عنده الكوك ولا اللوز إفيلي ولا شويه ديال الفويتين مع داك اللوز كيجي بنين. انا درت لها شويه ديال اللوز إفيلي مع الفويتين وشويه ديال الكوك ودرت لها خطوط ديال الشوكولات. إيه؟ جات رائعه. إيه الله يعطيك الصحه، فعلا مناسبه للكوتي تبارك الله عليك. الله يجازيك بخير. كاينه حلوه ديال الكوك بفورس غريبه. واخا عفوا، عندنا فيها ربعة البيضات، جوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان ديال السكر كلاصي كنقص منهم انا شويه، 600 غرام ديال الكوك، كاس ديال الفورس، بشره ديال الحامضه محكوكه، والروح ديال الحامض واحد راس المعلقه، جوج فانيات، خماره ونص. ايه سكر كلاصي اللي كنبغي نفند فيه انا كندير معاه شويه ديال النشا. ايه واخا باش ما كيطلقش الماء ديالو. وعندنا ان شاء الله كنخلطوا المقادير عاديين، كنديروا البيض مع سنيده مع الزيت مع سكر كلاصي، عفوا ماشي سنيده. اييه كنضيفوا الخمارات مع داك الكاس ديال الفورز وكنزيد عليها الكوك وصافي، كنديروها غريبه عاديه. ملي كنفندوها في سكر كلاصي كنهزوها كامله، كنفندوها كامله في سكر كلاصي وكنهزوها بالسكر ديالها، كنحاولوا نهزوها. اييه وكنضغطوا عليها شويه من الفوق باش كنعاونوها في التشقاق. كندخلوها للفران، عندنا كنشعلوا عليها طبيعه الحال الفران كيكون سخون، كنشعلوا عليها من الفوق حتى كتشقق لينا كامله. أيه. وطيب من الفوق عاد كنشعلوا عليها لتحت. اييه باش كتشقق مزيان. أيه. باش كتشقق مزيان. الوقت اللي كنبغيو نحيدوها من الفران كنحاولوا نحيدوها غير بشويه باش داك السكر كلاصي كيبقى ثابت عليها حتى كيبرد.
ايه عاد واخا كنجمعوا الحلوه ديالنا. فعلا الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يبارك فيك حبيبه. هذه فقط بالفواكه المعصره ونحس هو راه حطيته في القناه ديالي. واخا عندي عندنا فيه ثلاث البيضات مصرب بعد الزبل ديال الحلويات خاصه الحلويات انا ديال الكاغط ماشي ديال ماشي البواطه. اييه فعلا معروفه. فاني خماره ونص كاس ديال الزيت كاس ديال السميده وعلبه ديال الفواكه المعصله مع 150 غرام ديال الفول. بيضه مع شويه ديال قهوه سريعة الذوبان غير شويه ماشي فاشيه كامله وقطرات ديال الخل. كنخلطوا البيض الزبده مع السميده والزيت في القهوه. ما كنديرش انا كنخلط الزيت مع الزبده حيت هذيك ديال الكاغط كتكون شويه قاصحه. ملي كنديروا لها السميده والزيت كتطلق لنا دغيا في الخدمه. كنضيفوا عليها البيض فاني الخمارات ديالنا وكنضيفوا الطحين والفواكه المعسله. هذيك الفواكه المعسله كنمرمدوها شويه في الطحين عاد كنخدموا بها. كتكون العجينه عندنا شويه خفيفه ماشي قاصحه. كنحربلوهم دي بودا ندهنوهم بهذاك البيض مع قهوه سريعه الذوبان والخل وندخلهم للفرن. كنثقبهم كلهم بشوكه ولا كيغضوا وكنديروا نشلطوهم بالفرشات وندخلوهم للفرن. اييه داك التزيين المعروف ديال الفقاص عادي. ومنين كنخرجوها من الفرن انا ما كنخليهش يبات. انا كنديرو في شي بلاطو نغطيه بفوطه فازقه وكندخلو الكونجيلاتور واحد ساعه ديال المكانه كنجبدو نخدم به. كنقطعو ساهل ما فيهش كسور ما كيجي غزال. واخا ان شاء الله عندي واحد الاكله اييه اللي شعبيه زوينه بزاف في هذا الوقت. عندي فتات الشطبه اييه عندي المقادير فيها العدس المهم حسب القياس ديالك. انا تقريبا نعطيك كاس ديال العدس مع كاس ديال الفول جوج معالق ديال الحلبه ضامه ديال البنه ملح بزار زيت مع جوج بصلات محكوكين في الحكاكه الغليظه ومعلقه ديال السمن. كنشحرهم مزيان في الكوكوت كنشحرهم حتى كتلقى واحد الريحه ما نقولكش عليها فعلا. من بعد كنروم عليه نديروا قياس غيطه بينا في هذه القطنيات ديالنا وكنسدوا الكوكوط. طيب نحسوا بالعدس ديالنا طاب نشلوا عليها كنروم وندوزوا نصاوبوا ليها الفتات ديالنا. الفتات اللي كندير انايا كناخذ قصريه كنرش فيها شويه الماء بحال كتميلي شويه القصريه. عرفتي ديك القصريه ديالنا زمان كيديروا يفرشوا لها شي حاجه وكتميلي. كنرشوا شويه الماء في واحد القنب ديال القصريه وكنديروا فوق منه فورز. كنقرصوه بيدينا بحال غادي نقرصوه بحال كنقرصوه هو كيشرب داك الماء. كنديروا غير شويه الماء مع واحد الحفنه ديال الفورز وكنحاولوا نقرصوها وفي نفس الوقت كنبداو ندوروا بصبعاننا غير برؤوس الاصابع. اييه باش كتجمع بحال ما كنجمعوا بحال كيتشطب بحال كنشطبوه. كيولي بحال الشكل ديال سباكيتي. كنديروا عليه الصوص ونحاولوا نحلوه شويه. الا بانت لينا شي وحده تكورت لينا على الغليظه كنحلوها. المهم ديما كنخدموا بالفورس كنبقاو نتبعوا هذه الطريقه حتى كنكملوا تقريبا ما كاملاش عندنا 200 غرام ديال الفورس. كنجمعوها ونديروا فوق منها الفورس ونخليوها ترتاح لينا على ما يطيب لينا داك الشيء الكوكوط ويغلى لينا داك الماء اللي فيها. كنبداو نهزوا حفينه بحفينه وحنا كنحركوا في الطنجره. كنكبوا حفينه بحفينه وحنا كنحركوا بحال كندوروا الحريره ولكن هذه راه خصها ما تكورش لينا في الطنجره. اييه داك الشيء علاش ما كديروش دقه واحده كديري حفنه بحفنه فعلا. حفنه بحفنه وحنا كنحركوا ولا كانت لينا شي حاجه تكور كناخذوا معلقه وسط المغرفه ونحلوها. نخليوها حتى طيب لينا مزيان طابت بحال العجينه خصها طيب كما يجب. من بعد كنضيفوا عليها واحد الحفينه صغيره ديال حب رشاد ونحركوه مزيان ونضيفوا الحليب. كتكون شويه عاقده ما تجيناش مطلوقه
نحركوا عليها مزيان ونتفرجوا عليها ونقدموها سخونه ان شاء الله. هي كتجي مريقه خاطره الله يعطيك الصحه، وهي تبارك الله فتي تشطب من بين الاكلات التقليديه المعروفه جدا في بزاف ديال المدن بزاف ديال المناطق، وحبذا لو انه بزاف السيدات يرجعوا يصيبوها. يعني فكرتيني فيها بصراحه، انا عمري ما صيبتها ولكن كناكلها دائما عند الام ديالي، فان شاء الله نيت دابا مع هذا البرد خاصه يعني في العدس والقديد يعني كتجي زوينه بزاف. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اختي. مازال عندك شي اقتراح امينه؟ ها كاين لي كاين خبز البرجر شنو واخا ناخذوا لي بيني. واخا عندي لي بيني فيهم بيضه خماره فانيا بهارطه الخميره ديال الخبز الملح كاسه معلقة ديال سنيده معلقه ديال الزبده رطبه بزاف ديال الفورت واحد الحفينه ديال سبيسيال والحليب دافي باش كنعجنوا. كناخذ ديك الخماره مع الفاني والخميرة ومعلقة ديال السنيدة كنديرو عليهم فورس ونخليهم يتفاعلوا على ما نوجد داكشي المقادير الأخرى في إناء اللي غنعجن فيه. كنضيف هاديك الخميرة ونعجن بحليب دافي كتكون العجينة شوية ماشي قاصحة ولكن رطبة كنخليوها ترتاح واحد شوية نطلقها بالمزلك. أنا كنقطع بالساقل ديال اللي بيني ولا بالغلاقه ديال المقراج اللي عنده شي حاجه يقضي بها زلافه كاس اييه ملي كنقطعهم كنغطيهم واحد شويه خمره كنقليهم في المقله والا بغيتي تدخليهم الفران كدهنيهم غير بمعلقه ديال الزيت كديري ديك الشيطه ندهنوهم وندخلوهم الفران كيجيو خبيزات زوينين في الفران. مزيان اللي بغاو مع شكل بيني اللي المعتاد كيقلي في المقله ويدير لهم سنيده من الفوق مع شويه كونفيتير في نعمروهم به ولا شوكولات ديال الدهن. اييه وهما واجدين عندنا. اهلا الكوتي الله يعطيك الصحه. يجيو غزالين. تبارك الله عليك. الله يبارك. شكرا لك بزاف امينه على المشاركه ديالك الفعاله جدا من خلال البرنامج لا مولاتي، واكيد فرصه مقبله والمزيد من الاقتراحات ان شاء الله. الله يجازيك بخير اخت سناء. الله يجازيك. صباحك مبروك. الله يوفقك. تبارك الله عليك. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا من خلال هاد الاقتراحات والشيوات اللي وجدت لنا. مشكوره جدا امينه مديونه، واللي ان شاء الله فرصه مقبله والمزيد من الاقتراحات. نتمنى انكم تكونوا سجلتوها، وما تنساوش على انه راه الحلقات عاودوا ورجعوا سمعوهم من خلال موقع lalaplus.ma. يعني كفي انكم في انترنت تكتبوا في جوجل ولا في انترنت تكتبوا www.lalaplus.ma راه غادي تخرج لكم مباشره. ملي ديروا lalaplus.ma يعني lalaplus.ma غادي تمشوا مباشره للموقع الرسمي ديالنا اللي هو lalaplus. كاين فقرات متنوعه راه مكتوب فيها، كاين حداكت يعني حداكت lalaplus، كاين الاناقه وديكور كيف كنقولوا صحه وجمال، وغتلقاو حداهم حلقات لالا مولاتي بالتواريخ، عقلوا غير على التاريخ وغادي تلقاو الحلقه يعني بالكامل فيها الاقتراحات والشيوات ديال المستمعات. واما المستمعات اللي تيبغيو انهم ياخذوا الشيوات بالمقادير والطريقه وبالصور يعني غير مكتوبين، فدخلوا الموقع lalaplus.ma. الحلقات لالا مولاتي غادي تسمعوهم يعني اعاده سماع الحلقات ديال البرنامج، والفوق راه غادي تلقاو الرمز ديال فيسبوك، غتلقاو اف يعني غتلقاو اف غادي توركوا عليه غيديكم مباشره الموقع الفيسبوك الرسمي ديالنا ديال لالا مولاتي، فيه دواره بالفوشيا وفيه صوره ديالي لالا مولاتي مع سناء الكناني، وفيه يعني الاقتراحات مكتوبين. كنزلوا فيديوهات ديال الاقتراحات والشيوات ديال المستمعات من خلال القنوات ديالهم، وكذلك كنزلوا المقادير والطريقه. غتلقاو فقط غير الشيوات وغير الاقتراحات، بحال دابا يعني منزلين اقتراحات اللي هما يعني لانه بزاف المستمعات كيطلبوا مقادير والطريقه، فراه غادي تلقاوهم. فإلا دخلتوا الفيسبوك يعني في الفيسبوك ديالكم يعني غير كتبوا لالا مولاتي اكيد غادي يخرج لكم بزاف. يعني الحمد لله بعد نجاح البرنامج بزاف ديال السيدات وبزاف ديال الاشخاص اللي كياخذوا الاسم كياخذوا اللوغو كياخذوا الرمز كياخذوا الصور ديال ميت غاديو او الصور الشخصيه ديالو كيحاولوا انهم يحطوها، فكيكون خلط عند السيدات. فغادي تكتبوا لالا مولاتي وحدها لالا مولاتي بالفرنسيه وبالعربيه باش تعرفوا راه كاين اللوغو ديالنا مكتوبه فيه لالا مولاتي بالعربيه، وكله فوشيا يعني واحد اللون يعني فوشيا غوز غامق بزاف يعني باين
فوشيا، فهذاك هو هذاك هو الفيسبوك الحقيقي ديالنا. واللي شك بحال المستمعات كيف كيديروا لي عندهم رقمي الخاص، يمكن لهم انهم يسكرينيو لي مثلا الفيسبوك ويتاكدوا كيف ما كيديروا بزاف ديال المستمعات. راه منزلين بحال دابا منزلين الكيكه ديال التفاح والكرامبل اللي كانت قدمتها يعني الشيف نعيمه ام عصام من اكادير، وعاودنا نزلناها، كتجي زوينه بزاف وراقيه. وكنتمنى عيد ميلاد سعيد الابن ديالها سي عصام، نتمنوا ليه عيد ميلاد سعيد بالصحه والهنا ان شاء الله وبالنجاح والتوفيق. فعيد ميلاد سعيد لعصام والشيف نعيمه ام عصام من اكادير، ولكل من كيحتفل اليوم بعيد ميلاده كنتمنوا ليه طول العمر والصحه والسلامه ان شاء الله. غادي نتوقفوا مع فاصل مستمعينا وغادي نرجعوا مباشره للمسابقات اليوميه اللي كنتعرفوا فيهم على مستمعات محدودات. وما تنساوش على انكم تشاركوا معنا خلال هذه المسابقات باش يكون عندكم فرصه كبيره انكم تربحوا هدايا من ذهب. اذا تفضلي سناء، نبداو باول اقتراح. نبداو باللوبيا بالقديد. ايه ان شاء الله. وفعلا ناخذوا الغداء عاد نمشيو للكوتي. فعلا. ايه ان شاء الله داكشي اللي كاين. كنشدوا القديد ديالنا كنديروا في كاسونه، كنديروا معاه شويه ديال الماء، كنديروا فوق البوطه حتى كيغلى. كنمشيو للكوكوت كنحكوا مطيشه، تقريبا واحد جوج مطيشات محكوكين. ايه. بصله محكوكه، جوج دريسه ديال الثومه محكوكين، عندنا العطريه، عندنا الملحه، البزار، تحميره، شويه ديال سكنجبير، شويه ديال الخرقوم، وعندنا زبيته بلديه ودامتي غنمي والقزبر اليابس ولا القزبر العادي. صافي كنشحروا البصله ديالنا مع المطيشه والعطريه والثومه وهذا الشيء اللي قلت. صافي كنشدوا هذا، كنشدوا القديد كنصفيوه من الماء وكنزيدوه في الكوكوت، كنشحروا حتى هو شويه مع مطيشه وبصله وثومه والعطريه والكزبر وزبيته بلديه. صافي ملي كيتشحر شويه كنكونوا مرطبين اللوبيا بالليل، كنتزقوها في الماء الغد ليه، ملي كندير هذا الشيء في الكوكوت كنصفي اللوبيا ديالي. كنديرها في الكوكوت وكنزيد عليها معلقه كبيره ديال هذه سميتها حك مطيشه. لكن انت مشكله تبارك الله عليك، غدا مزيان ما تبرصتيش راسك تبارك الله عليك. ايه معلقه ديال حك مطيشه. ايه صافي وكنحركوا كلشي وكنبللوا القياس اللي غادي طيبين فيها اللوبيا والقديد. ايه صافي كنسدوا الكوكوت ديالنا كنخليو اللوبيا ديالنا تكطيب وبالصحه والراحه. ايه الله يعطيك الصحه. ما كنجربش اختي لا لا لا، وفعلا يعني درتي الماء لحد في القد باش جات مشربه وجات معلكه. الله يعطيك الصحه فعلا. مع الماء مع اللوبيا باش ما بقاش كنزيدوا في الماء، كتبسل الحاجه الا كل ساعه كنبقاو نزيدوا في الماء. فعلا وبهذاك الشكل كيقدر الواحد ياكلها يعني في الغداء ولا، وفي نفس الوقت يخليها ويديرها كمقبل، يعني العدس ولا القطاني ولا اللوبيا كتجي كمقبل حتى هي كتجي مزيانه. الله يعطيك الصحة سناء تبارك الله عليك. بارك الله فيك اختي سناء. نمشيو الكيكة ديال البنات. ايه كنمشيو كنشدو مونينيكس. ايه الخلاط الكهربائي. كنديرو جوج ديال البيضات. ايه الخلاط الكهربائي. كنديرو جوج ديال البيضات، كنديرو كاس ديال السنيدة، كنديرو نص كاس ديال الزيت، كنديرو كاس ديال الحليب، كنديرو جوج بنانات كنقيوهم كنحيدو لهم دوك الخيوط اللي كيكون في البنان. ايه كنخلطوا كلشي في الخلاط الكهربائي حتى كيتخلط مزيان، داك العناصر كيتخلطوا مزيان. كنخويهم في واحد البول، كنديروا الدقيق، الدقيق كندير تقريبا تاع الكيسان ديال دقيق العنبه، وكندير جوج خمارات ديال ايديال حمرين. كنخلط هذا الخليط مزيان ديال الكيك، كندهن المول ديالي، كندهنو بالزبده وكنرشو بالدقيق، كنخوي فيه الخليط ديال الكيك وكنشد القرقع نهرمش. وكندردرو من الفوق من العجينه وكندخلها الفران. ملي كطيب ليا الكيكه كنوجد الفلون ديال البنان، كندير في كاسرونه، كندير كاس ديال الحليب، واحد فلون ديال البنان، وثلاثه المعالق ديال السنيده، كنديرهم فوق البوطه، فوق البوطه حتى كيغلاو. وكنخرج الكيكه ديالي من الفران، كنحيدها من البول، كنخليها تبرد، وكنخوي لها داك الخليط ديال الفلون. كتجي زوينه بالمذاق ديال البنان. ايه فعلا نغيروا المذاقات، يعني الكيك كنبغيوهم بانواع كثيره بفواكه كثيره بما فيهم البنان. وبصراحه راه قليل اللي تيدير البنان في الكيك تيقول لا ما تيعجبنيش المذاق ديالو، ولكن ايه راه فعلا كيجي مزيان. ايه مع القرقع كتاكلي ديك. صح فعلا مع القرقع كيجي زوين صراحه، كيجي غزال. ايه الله يعطيك الصحه.
لا انا كيعجبني في الصراحه الكيك ديال البنان، غير كاين بعض الاشخاص اللي ما تيبغوش ولكن خصهم غير يزعموا عليه، تيقول لك ولا البنان اصلا رطب ما يجيش وهذا، ولكن راه تبارك الله. انا ما جربتها اي فعلا الصراحه، لا زوين كيجي مزيان واخا. نمشيو لهذاك البريوش الورده اييه البريوش، ولا سمحتي البريوش ان شاء الله حتى تصيفط لي المقادير والطريقه مكتوبين، لانه عندي الصور ديالهم وبغيت انني ننزلهم في الموقع. واخا واخا اختي سناء، مرحبا. واخا تلقاي فرصه ان شاء الله وحاولي تصيفطهم لي. اختي سناء واخا حبيبي بارك الله فيك. نمشيو للشنيك على شكل برده، عندنا في المقادير كنديروا 550 غرام ديال الدقيق. اييه كنديروا هذا الشيء في العجانه ولا في الكسريه بحال بحال. واخا كنديروا 550 غرام ديال الدقيق، كنديروا معلقه صغيره ديال الفاني ايديال، كنديروا معلقه صغيره ديال الملح، كنديروا ثلاثه المعالق كبار ديال السكر، كنديروا خماره حمراء ايديال، كنديروا ثلاثه المعالق كبار ديال الزيت، وثلاثه معالق كبار ديال حليب غبره. كنخلطوا هاد العناصر، كنديرهم في العجانه ولا الكسريه، كنشدوا كاترونه كندير فيها جوج كيسان ديال الحليب في العنبه، كنخلطوا معاهم 60 غرام ديال الزبده. ايه كنديرهم فوق البوطه حتى كيذوب، حتى ديك الزبده وتيصلينا شويه الحليب غير كيدفى، هو باش كنجمعوا العجينه. وكنديروا بيضه نسيتها، البيضه مع المقادير. ايه كنجمعوا هذا الخليط ديك داك الحليب والزبده، كنعجنوا مزيان العجينه ديالنا، كتكون العجينه كتكون رطبه اختي سناء. ايه باش يجينا البريوش يجي رطب وهشيش. هشيش وخفيف. واخا العجينه ديال البريوش ديما خصها تكون خفيفه. صافي اختي سناء كنخليو كنقسموها على جوج. انا هاد المقادير هادي كنخرج فيهم جوج بريوشات، كل بريوش وشكل. انا صيفطو لك البارحه اختي سناء. صافي كنقسمو العجينه ديالنا كنخليوها تخمر. ملي كتخمر كنجبدوها كنسرحو العجينه الاولى، كنقطع كنسرحوها مزيان حتى تدخل عند المستطيل. كتسمعيني اختي سناء؟ اييه كنسمعك، متبعين معاك. اييه بارك الله فيك. كنقطعوها ملي كنسرحوها على شكل مستطيل، كنقطعوهم شرائح طوال، تيكون عندنا شريط طويل. ايه نشدو هذا، كنشدو التفاح كنغسلوه مزيان وكنقطعوه شرائح رقيقه، كنديروه في واحد كاسرونه وكنزيدو عليه تقريبا كاس ديال الماء وجوج معالق ديال السنيده والعصير ديال الحامضه باش ما يكحلش لينا التفاح. ايه فعلا كنديروه فوق البوطه حتى كيطبخ لينا واحد شويه باش التفاح ما يديرش لينا، ما يتهرش لينا غير شويه، حيت التفاح هو دغيا كيطيب كيعطي داك اللون. صافي كنصفوه من داك الماء، كنشدو داك الشريط الاول كنديروا ليه المربى ديال المشمش داك السائل ديال الحلويات، وكنستف التفاح من الجنب الفوقاني ديال داك الشريط. صافي وكنرد عليه النص الاخر ديال داك الشريط. صافي وكنبقى نلوي حتى كيعطيني على شكل ورده. ايه فعلا فهمتي اختي سناء؟ ايه مفهوم. وداك وحنا نعاودوا ننزلوا الصوره باش تبان للمستمعات. ايه اختي سناء الشكل ديالها باين. الشريط ايه اختي سناء، وداك الشريط الطويل كنخرج فيه جوج وريدات. واخا كل شريط كنخرج فيه جوج وريدات. كنشد المول ديال الكاب كيك، كنهنوا بالزبده وكنطشوا بالدقيق، وكندير فيه هاد الوريدات هادو، كندخلهم الفران يطيبوا. ايه ملي كيطيبوا كنحيدهم الليمون، كنديرهم في التبصيل التقديم وكنرشهم بالسكر كلاصي. اييه كيجيو الصراحه كيجيو زوين، وحتى المنظر ديالهم يعني كيشهي. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك سناء. لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال فقره لاله مولاتي المتنوعه، وبحضور الدكتوره صابرين الشيوي طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري اخصائيه في التغذيه والحميه الصحيه. اهلا بك دكتوره صابرين. اهلا بك سناء، اهلا بمدغجو، اهلا بالمستمعين الكرام. الله يبارك فيك. اليوم غادي نتكلموا عن النظام الغذائي الخاص لمرضى البواسير، وكنعرفوا على انه هذا المشكل كيعانيو منه رجال ونساء يعني وفئات عمريه متعدده كيعانيو من هذا المشكل. اكيد اليوم غادي نتعرفوا على معلومات طبيه مهمه جدا، ولكن قبل نبغيو نعرفوا المفهوم الطبي ولا التعريف ديال البواسير. الوغ البواسير هو واحد المرض كيتمثل في تمدد الاوعيه الدمويه اللي كتواجد في واحد المخده اللي كتبطن القناه الشرجيه. صافي دونك عندنا القناه الشرجيه مبطنه بواحد المخده اللي فيها الاوعيه الدمويه، وهذيك المنطقه غنيه بزاف بلا سيركولاسيون سانغين وغنيه بزاف بالتيرمينيزون نيرفوز. الوغ ملي كيظهر مرض البواسير فهو كيؤدي الى انتفاخ داخل ديك الشبكه الدمويه الوريديه، وهاد الانتفاخات كتوصل الفتحه ديال الشرج في الجزء السفلي من المستقيم. كيتصنف هاد المرض من احد امراض القولون والمستقيم والشرج، يعني ما كنقولوش بان مرض ديال الجهاز الهضمي، ما هو مرض ديال الشرج، مرض ديال المستقيم. المستقيم هو ديك المنطقه اللي كتوصل بين الشرج وبين القولون. وبعض المرات يقدر يوصل انه مرض القولون، يعني مثلا داك الشريان
اللي مسؤول عن النزيف هذاك البواسير يقدر يكون عنده اون اوريجين من القولون. ديك الساعه كنوليو في واحد مرض قولون اللي هو متطور. الوغ الاسباب ديال مرض البواسير هي كثيره، مي سورتو هي نتيجه ديال المجهود عالي لعمل الامعاء. صافي دير كو الامعاء كتخدم بواحد الطريقه اللي هي اكثر من الطاقه ديالها ولا نتيجه للضغط شديد على هاد الاورده. الوغ شنو هما الحالات اللي كيكون فيها الضغط بزاف على الاورده؟ الوغ مثلا اي حاله فيها اضطرابات هرمونيه على سبيل المثال، سواء الحمل ولا الولاده. كنلاحظوا بان فعلا النساء في فتره الحمل ولا ما بعد الولاده، كيعانيو من هذا المشكل، يقدروا تنفخوا لهم دوك الاورده الدمويه. كاين اوسي الامساك المزمن، يعني الناس اللي كيعانيو من القبط مزمن كيطول فيهم، دونك كيدير واحد الضغط شديد على ديك المنطقه ديال الاورده الدمويه والشرج، دونك كيخرج لنا دوك البواسير. كاين اوسي مشاكل الدوره الدمويه، يعني الناس اللي كيعانيو ما كتدورش مزيان، كيعانيو من لي فاغيس الدوالي. الوغ المرادف ديال الدوالي في الجزء السفلي هو البواسير في الشرج. دونك النساء اللي عندهم مشكل ديال الدوالي فاوتوماتيكمون واحد 80% غيديروا مشكل ديال البواسير، لانه عندهم واحد المشكل عام ديال الدوره الدمويه. كاين اوسي الوراثه، يعني كاين مثلا الاسر اللي عندهم كلهم جانب العامل الوراثي كيقدر ياثر حتى هو مشاكل ديال اسكون ابل لاباريز كوليك ولا لاباريزي كوليك، يعني بان كاين واحد العجز في المصران، دونك اوتوماتيكمون كاين واحد المشكل ديال الترانزيت، دونك كيظهروا عندهم هاد البواسير. كاين السمنه لان حتى هي كدير واحد الضغط على هاد المنطقه. كاين قله النشاط وقله الحركه. كنسولك كنسمع على قله الحركه كتقدر اولا كثره الجلوس كتقدر تعطي البواسير. افيكتيمون الوغ كيف ما كثره الجلوس ولا كثره الوقوف داكور، لان كيخليو داك العمل ديال الامعاء ما كيخليهمش كيفرغوا بواحد الطريقه اللي هي طبيعيه. كاين التدخين، لان كاين ابحاث اللي بينات بان ماده النيكوتين فهي مسؤوله على انتفاخ هذاك الشبكه الدمويه الوريديه. كاين اوسي نقص في تناول الملينات والالياف اللي كنسميوه بعدم التجانس الغذائي، يعني كاين واحد المشكل في الريجيم اليمونتير ولا الحميه الغذائيه اللي ما فيهاش بزاف الالياف وبزاف الملينات، لان ملي كناكلوا هذاك لو بول اليمونتير فاحنا خصنا واحد الماده اللي هي ملينه اللي هي عباره على لي فيبر ولا السيلولوز الالياف فوالا اللي كتخلي داك لا فيدونج اللي كتخلي داك الفضلات كيخرجوا بواحد الطريقه اللي هي سلسه، واحد الطريقه اللي هي سهله. هادو يعني اهم الاسباب اللي ممكن انه يعطينا المشكل ديال البواسير. غير هو كنسمعوا دائما انه كاين جوج الانواع على اساس انه كاين بواسير داخليه وبواسير خارجيه. افكتيمون واش كاين فرق ما بيناتهم خاصه من الشكل ديالهم، الاعراض ديالهم، طريقه العلاج ديالهم؟ الوغ كاين البواسير الخارجيه هي عباره عن طيات صغيره من الجلد، يعني بحال داك الجلد المخاطي كيتطوى. الوغ يمكننا نعرفوها على انها انفجار في هذيك الاوعيه الدمويه اللي كيطرى فيها واحد التجمع دموي حول فتحة الشرج، ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة، وهي كتسبب واحد نوع من الحكة وبعض المرات في حالات قصوى نوع من النزيف. في حين بأن البواسر الداخلية فهي كتحدث داخل المستقيم أو كتنزف عند مرور البراز، دونك الخارجية فهي طيات ديال الجلد، ألوغ كو الداخلية هي مشكل في المستقيم. بالنسبة للبواسر فهي كتمر من أربعة المراحل، يعني في الاول كتظهر عندنا بواسر خارجيه، في المرحله الثانيه كتظهر عندنا بواسر خارجيه وداخليه، في المرحله الثالثه فكتظهر عندنا واحد البواسر اللي هي يعني مزمنه ما كتبقاش ترجع للموضع ديالها، لان المرحله الثانيه فالشخص كيقدر يرجع داك الباسور الخارجي للموضع ديالو. في المرحله الثالثه داك البواسر الخارجيه الى خرجوا فهم خرجوا مره واحده بواحد الطريقه اللي هي كرونيك. في المرحلة الرابعة فعندنا انفجار، يعني عندنا واحد النزيف اللي اسي امبورتون. يعني هذا المشكل ديال البواسير اكيد على انه كيبغي علاج معين اللي غادي نطرقوا ليه، لانه كيقنط الشخص اللي كيعاني منه، خاصة الاشخاص لانه كنشوفوا بعض الحالات اللي كيمشي البواسير وكيتعالجوا منهم كيعاودوا يرجعوا ليهم، حتى كيقول لك انا راني مولفوا لسنوات ضروري مرة جوج المرات في العام على انني يجيني البواسير. الوغ جوستومون الناس اللي كيستانسوا بهاد لابيتود كيقول لك بان مولف يجي. الوغ البواسير كيف ما قلنا مشكل في الدوره الدمويه، نورمالمون ما خصوش يجي، والا جا هو ولفو كاين فيه دي كومبليكاسيون، كاين فيه مضاعفات. اولا كاين لو ريسك ديال الشق لا فيسور،
يعني داك الضغط المزمن فهو كيقدر يؤدي الى ان فيستور ولا شق في منطقه الشرج. الى طرا واحد الشق فديك الساعه خص التدخل الجراحي باقصى سرعه. كاين مشكل ديال التعفنات، ولا التعفنات صعدوا مع منطقه المستقيم ووصلوا للكولون، فديك الساعه كيطرى لنا مشكل ديال لانفلاماسيون دو الكولون، يعني حتى التهاب ديال القولون. التهاب القولون الوغ بيان سور، التهاب القولون الى ما المتكرر فكيؤدي الى سرطان ديال القولون. كاين اوسي سكون ابل لا ترومبوز فينوز، يعني بعض المرات كيطرى تخثر الدم في هذيك المنطقه سورتو الا كانت بواسير خارجيه، وكيتيبس ديك المنطقه، وكنلقاو بان المرضى كيطرى لهم واحد المشكل ان كتولي واحد الجليده، يعني واحد الباصور اللي هو هابط وجاف بحال يبس وزرق شويه لان تخثر الدم يتكواغولي كون ابل اون ترومبوز فينوز، واحد لو كايو سونغان اللي ولا على الانتيغيغ. وهذاك الى وصلنا لمرحله لا ترومبوز فينوز ولا لو كايو سونغان وديك الجليده بقات هابطه، فهي غتبقى هابطه مدى الحياه. دونك ديك الساعه كتولي ان بروبليم استيتيك، خاص المريض يزولها لان كتبقى مدليه منه هذاك لو كايو سونغان، لان بحال قلتي ما داواهش من النهار الاول. يعني ما نستهنوش بالامر، يعني فوق ما يكون المشكل ديال البواسير خاص ضروري استشاره طبيه ونكملوا العلاج والادويه. بالنسبه للتشخيص مع العلاج، يعني الوغ التشخيص كيكون كاين فرق ما بين البواسير الداخليه والخارجيه. بيان سور، باسكو البواسير الوغ باش نهضروا على الفرق نهضروا بعدا على الاعراض. هما بجوجهم كيعطيو هادشي، ونسولك بجوجهم كيعطيو يعني سيلان الدم. وي الوغ افكتيمون باش الناس يفرقوا، الوغ هو واحد الدم اللي كيكون نورمالمون قليل وكيكون عند التبرز عند الاخراج كيكون اللون ديالو احمر لامع. داكشي علاش حنا كنقولوا لي باسيون ديما خصهم يراقبوا البراز ديالهم. علاش؟ لان الا كان احمر ولامع فمعناه بان كاين مشكل ديال البواسير. وعلى العموم دكتور، يعني فوق ما يكون خروج الدم يعني من البراز ضروري ان خص تكون استشاره طبيه، يعني شي حاجه ماشي عاديه، يعني احسن الواحد يدير استشاره. طبعا غير هو الا كان احمر لامع فهو بواسير. الا كان نواغاتر سي سون دي ميلينا سافيدير هذاك مشكل اما انيميا اما مشكل التهاب ديال الجهاز الهضمي. باش نفرقوا ولا باش نفرقوا، اللون ديال الدم الا كان غامق اللون ديالو غامق وي سي دي ميلينا كنسميهم. الوغ كاين ديفيرونس بين لي ميلينا وبين لي ريكتوراج، يعني الا كان احمر لامع فهما بواسير، حيت البواسير الخارجيه المريض كيحس بهم، مي الداخليه ما كيحسش بهم. خاص الاعراض اللي غادي تبين. افكتيمون كاين واحد النوع من الحكه اللي كتكون في الشرج، كاين واحد الالم، واحد لانكونفور، عدم الراحه. هادو عموما هما الاعراض اللي تي، وكاين بعض المرات الشعور يعني بالحاجه الى الدخول للحمام وقضاء الحاجه، ولكن اون فان كونت ما كترش هذيك الحاجه كما يرام. كنسميوها دي زيبخانت ودي تينيزم، و دونك دي كا كي سون غار عندنا انتفاخ منطقه الشرج، دونك كنحسوا بها كلها منتفخه. هادو الاعراض عندهم جوج، البواسير الداخليه والخارجيه. افكتيمون. اما بالنسبه للتشخيص والعلاج، كاين التشخيص سي ان اكزامان كلينيك، يعني خص المريض يمشي عند الميدسان ديالو وخصو يتقلب في المنطقه ديال الشرج، والميدسان غيدير له ان توشي ريكتال اللي غيقلب واش كاين بواسير داخليه ولا خارجيه. كاين اوسي دي اناليز دو سون باش كنشوفوا واش داك الدم اللي فقد كثير ولا قليل، دونك كندير واحد انيفيت بلاكيت فيريتينيمي و اون في اس لي فيتاس دو سيديمونتاسيون باش كنشوف واش كاين شي التهاب مصاحب لهاد البواسير. بالنسبه للعلاج فاولا كنبداو بمراهم، يعني دي كريم اللي موضعيه في ديك البلاصه موضعيه اللي مصيبين من ماده الهيدروكورتيزون باش كنهبطوا شويه ديال الانفلاماسيون شويه ديال الحريق، مع دي سوبوزيتوار هي قوي الباس، وي مع دواء ديال الدوره الدمويه، لان كيف ما قلنا البواسير هو مشكل ديال تمدد الاوعيه الدمويه. دونك كنديروا ان تريتمون بور لو روتور فينو، سو سون دي فينوتونيك اللي كيرجعوا الدوره الدمويه، اللي هما كيشبهوا الدواء ديال الدوالي ديال لي فاريس. خاصهم ضروري يكونوا بثلاثه، يعني ماشي غير البوماده بوحدها، كريم موضعي ولا خاص ضروري بثلاثه. وي وكنردوا البال مثلا بالنسبه للمراه الحامل بانها كنعطيو هذاك المرهم اللي فيه ماده الهيدروكورتيزون، فمايمكنش تستعملوا على مدى طويل لان الكورتيزول كيدوز في الدوره الدمويه ويقدر ياثر ليها الجنين. يعني كتعطيو ليه غير فتره مؤقته. افكتيمون، يعني ما تمشيش لا فارماسي وتشريه لان بواحد الطريقه عشوائيه، لان الهيدروكورتيزون واخا كاين واحد النسبه قليله في المرهم فهو كيدوز في الدوره الدمويه. تكلمتي على في العلاج ولا في التشخيص، يعني تكلمتي على تحاليل ديال الدم، واش يعني هذاك الدم اللي تيكون ديال البواسير بعض الاحيان يقدر يعطي مثلا الشخص فقر الدم ولا؟ وي افكتيمون. علاش؟ لان مثلا كاين الاشخاص اللي ما كيراقبوش التبرز ديالهم. دابا تخيل معايا ان الشخص مثلا كل نهار كيفقد كميه ديال الدم وهو ما عرفش راسو كيفقد
كميه ديال الدم. ملي كنديروا التحاليل كنلقاو فقر الدم. يقول لك انا كناكل مزيان جو مونج بيان دونك شنو المشكل؟ ديك الساعه كنديروا تحليل ديال البراز باش نشوفوا واش كاين فقدان دم، نشوفوا واش كاين دي بارازيت دي شامبينيون دي باكتيري واش كاين. مهمه بزاف هاد المرض. واخا اكيد غادي نمشيو للتغذيه وبالنسبه لهذا الموضوع الطبي حول البواسير. نبغيو نتكلموا على جوج الحوايج دائما كنسمعوهم، هو انه بعض الحالات الناس اللي جاهم بواسير تيقول لك على اساس انه اما كيتقلق بزاف تيكون عنده مشكل البواسير او لا تياكل الحار بزاف. وي واش هادو معلومه يعني صحيحه نسبيا في هذا الموضوع؟ على الحار بزاف وي الحار بزاف كيدير البواسير، حيت شنو قلنا بان مشكل ديال تمدد الاوعيه الدمويه. الوغ لو فلو سونغان ولا لو روتور فينو ولا الدوره الدمويه فهي كتاثر ماده لاكابتين اللي كاينه في الحرور. دونك هذه سبحان الله يعني دول بحال دابا تونس مكسيك الهند راه تيفطروا بالحار تيتغداو بالحار تياكلوا الحار على مد النهار كله. يعني ما كنظنش الشعب كله ما عندوش، ولكن ما عندناش جوستومون ما عندناش احصائيات ديال البواسير في هذه البلدان باش نقول لك واش ولا لا. مي سي فري كو لا كابسيين ماده لا كابسيين عندها تاثير في ظهور البواسير. باغ كونتخ كيتقلق بزاف هادي ما عندهاش علاقه بالمشكل. كيتقلق بزاف عندها علاقه بارتفاع ضغط الدم وعندها علاقه بارتفاع داء السكر، ماشي بمشكل ديال البواسير. ماشي بمشكل واخا. اذا المستمعين مازالين مواصلين رفقه الدكتوره صابرين الشيوي طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري اخصائيه في التغذيه والحميه الصحيه. اليوم كنتكلموا على البواسير وكنتعرفوا على الاسباب والمضاعفات وتكلمنا على الاعراض والتشخيص، وغادي نمشيو من بعد الفاصل استقبال مكالماتكم الهاتفيه اللي عندكم اي تساؤلات، وغادي نركزوا تحديد على الحمية ديال البواسير وعلى النظام الغذائي الخاص لمرضى البواسير بعد الفاصل. اذا قبل ما ناخذ المكالمات الهاتفيه اللي معنا نبغيو نتكلموا على الحميه الخاصه بالبواسير. شنو هي التغذيه اللي غادي تساعد وشنو هي التغذيه اللي كتزيد من تهيج المشكل ديال البواسير؟ الوغ اولا كاين سكون ابل حميه البواسير. علاش؟ باسكو هاد التريتمون اللي تكلمنا عليه فهو ان تريتمون نورمالمون دو 5-7 سيمين. سافو دير الى ما قداش كندوزو سكون ابل واحد التقنيات اخرين، مثلا لا سكليروثيرابي، يعني كنديروا واحد الحقن موضعيه باش كنجمعوا هذيك الاوعيه الدمويه. كاين اوسي لانترفونسيون بار انفراروج، وكاين لا كريوثيرابي. يعني كاين جوج تقنيات، اما لي انفراروج عبر التسخين باش كنكويوهم، اما لا كريوثيرابي باش كنبردوهم بزاف الا ما بين 5-7 ديال الاسابيع ما تعالجش من المشكل ديال البواسير. افكتيمون، ولا الا وصلنا للمرحله الرابعه اللي هي فريمون بقاو خارجين وما قدرتش فيهم الدواء، ديك الساعه خصنا ندوزو لا شيروجي، خصنا ندوزو للتدخل الجراحي. دونك باش كنتفاداو هذا الشيء كله كاين سكون ابل حميه البواسير. خاصه ديال البواسير. الوغ هذه الحميه شنو هما الاهداف ديالها؟ هو اولا تقويه جدار الاوعيه الدمويه، يعني ديك الاوعيه الدمويه اللي غيطرى لهم تورم وانتفاخ، حنا خصنا نقويو ذاك الجدار ديالهم. دوزيامون اعاده بناء الغشاء الداخلي للامعاء. باش ما يبقاش ذاك الضغط وباش يطرى اون فيدانج غابيد، يعني الفضلات دغيا كيخرجوا. الوغ ثروازيامون كنتريتيو البواسير سطحيا وكنحسنوا من حركيه عضلات القولون وعضلات المستقيم. دونك هذا هو الهدف ديال الحميه. هذه الحميه كتركز على بزاف الفيتامينات. اولا لا فيتامين سي. لا فيتامين سي هامه بزاف، التئام الجروح، شفاء الانسجه، والزياده في مرونه الاوعيه الدمويه. داكشي علاش كنصحوا باش كنتناولوا اغذيه غنيه بفيتامين سي شاك جوغ. لا فيتامين ا. لا فيتامين ا كتعمل على حمايه هذه الانسجه وبهذه الاغشيه. داكشي علاش كنصحو بتناول المكسرات وتناول توسكي زرارة لي غرين مع استعمال كريمات موضعيه غنيه بهاد لا فيتامين ا داكور اللي هي متواجده في ماده البيتا كاروتين. ثروازيامون المجموعه ديال فيتامين ب بي 1 بي 2 بي 3 بي 12 هي كتعمل على تحسين عمليه الهضم. دونك كنقصوا من عمليه من المشكل ديال الضغط على الامعاء وكنقصوا من مشكل ديال الامساك بالفيتامينات المجموعه ب. كاين المغنيزيوم، المغنيزيوم كيحافظ على سلامة الأوعية الدموية وعلى سلامة العضلات وسلامة الأعصاب، هو كاين بزاف في الخضروات الورقية وكيساعد على التبرز بسهولة. وكاين مادة لوزانك، الزنك هي من مضادات الالتهاب وكتواجد في المحار، كتواجد في المكسرات وكتواجد في الزبادي. هذه بواحد يعني بطريقة عامة. دونك فيتامين سي، فيتامين ا، لو جروب بي، لو زنك، المغنيزيوم. وابخي غنفصلو هادو خصهم يكونوا حاضرين في التغذية ديالنا باستمرار، وخاصة الأشخاص اللي كيعانيو مشكل ديال البواسير. غادي نزيدو نركزو على المواد الغذائية المهمة جدا اللي خاص الشخص اللي عنده البواسير يتناولها والأمور اللي خصو يتفاداها. ناخدو أول مكالمة معنا السي عبد الرحمن من أكادير.
الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سيدي، مرحبا. الله يبارك فيك، تفضل. عندي واحد السؤال. ايه عندي الخروج ديالي كيكون قاصح و فهمتي؟ سمعنا قاصح وشنو؟ وكيخرج طريفات. ايه وفيه بحال القنونه هكا حاجه. وي ديكليغ. وي اها كنعرف زعما كما شي نصران ولا شي داكوغ سيدي، انا غنجاوبك دابا. واخا سي عبد الرحمن، الو سمعنا. الو هاد الماده ديال ليكليغ اللي كاينه في كيكون بحال مخاطي، بحال وي مخاط، سي المخاط. مع لو فات بان ما كيخرجش بواحد الطريقه سهله، يعني كيخرج عباره على دي مخصوص على طرف. هذا اول دليل بان كاين دي باغازيت طفيليات. دونك انا كنوصي السيد باش يدير تحليله ديال البراز، يعني غيدير البراز ديالو لابوغاتوار وغيدير التحليه ديالو. الوغ شنو هما التحاليل اللي غيدير؟ غيدير اكزامان باغازيتولوجيك دي سيل، يعني غنفتشو على الفطر على لي باغازيت، وغيدير اون كوبروكولتور دي سيل. العموم يعني يدير تحليله ديال البراز وراه فاهمين غادي يعرف يعني شنو. وي مي المخاط هو دليل على وجود دي باغازيت، وكاين الدواء يعني الدواء ديالو سي ان انتي باغازيتير. كيكون عندها اسباب كثيره، اما كلا شي حاجه اللي هي مثلا كاين بزاف الاسباب. جوستومون خصو يدير تحليله ديال البراز، نعرفوش من النوع شنو لقاو اكزاكتومون، شنو سميه لا باغازيت. وديك الساعه لي باغازيت كاين الانواع اللي كتجي من قله النظافه، يعني الانسان ما غسلش يديه ولا كاريمون كلا شي حاجه اللي هي من على برا اللي هي ما نظيفاش. اذا سي عبد الرحمن نتمنى دير تحليله ديال البراز كيف ما ذكرت الدكتوره، ورجع يعني قول لنا، واكيد الدكتوره تجاوب على التساؤل ديالك يعني من خلال التغذيه ومن خلال النصائح والاحتياطات. معنا لطيفه من اكادير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس اختي، تبارك الله عليكم على هذا البرنامج، ونشكركم بزاف، والشكر للدكتوره. مرحبا. مرحبا لاله. مرحبا الله يخليك يا دكتوره. انا كان عندي لا ريكتوكوليت ايموراجيك، وي ولكن كتهضروا دابا كنشوف نفس لي سانتوم، وي كنقول واش يمكن يكون الخطا في 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 في, في التعيين ديال المرض هنا يتخالفوا. وي واش درتي انكولوسكوبي؟ اه درتها. وي عند الطبيبه اللي دوزت عندها وتبعت واحد المده واحد الدواء اللي كيبدا بي، كيبدا بي. اي اي عرفتو. وي درتو واحد المده وتتمشي لا مالادي وتتجلس كيلكو زاني وتترجع ليها. سي نورمال، سي نورمال، لان شنو هي لا ريكتوكوليت ايموراجيك؟ هو مرض اللي كي ايفولوي كيتطور، كنسميه بوسي ريميسيون، معناها بان كتظهر لا مالادي ياك في واحد الفتره وتقدر البوسو كالمي اما شهور اما سنوات. وعفاك هذاك اللي ما طبيبة ما قالت لي حتى غنجيم اليمونتيغ. اه نو. ودابا وانا كنحس ملي كناكل دوك لي ليغوم اللي فيهم لي فيبغ ولي ليغوم اللي فيهم الغلاف بحال الجلبانه. وي فيكتيم. وي وهذيك اللوبيا الطويله. وي هما زعما مفيدين ولكن انا كيضروني. جوستومون الطبيبه ما عمرها ما قالت لي واش نحيدهم ولا لا. الوغ شوف الشريفه، لا اخسياش ما عندهاش دواء. داكوغ. شنو عندها؟ عندها داك الدواء اللي كيبدا ببي، هذاك كناخذوه باش ما كيتطورش لا اكس تي اش ولا شي حاجه قبيحه، غير باش كنحافظوا على لو ستاد اللي وصلتي له. ولكن زائد داك الدواء خاص ان ريجيم اليمونتيغ ستريكت، يعني كاين الحميه ديال لي ميكي، سو سون لي مالادي انفلاماتوار دو كولون اللي فيها لا اكس تي اش والكرون، كاين واحد الحميه غذائيه اللي خاصها تكون تري ستريكت، يعني انت ما يمكنش تاكلي كل شيء. مثلا لي فروي اكوك ولي ليغوم اكوك، يعني اي حاجه عندها القشره ما خصكش تقربي لها. اوتر شوز مثلا الشعير ولا النخاله خصك تنقصي منه، يعني واخا هو جد مفيد للصحه وحنا كنوصيو به الناس، ولكن انت عندك اون مالادي انفلاماتوار دو كولون، عندك التهاب المصران، دونك ما تقدريش تستحملي ان تبقى المصران ديالك يطحن كل نهار هذاك الماده الخشينه اللي كاينه في النخاله ولا في الشعير. داكوغ. وانا غنشوف مع سناء امتى يمكننا نبروغراميو حلقه ديال لي ميكي سورتو لو ريجيم اليمونتيغ، لان الناس بزاف كيسولوا هاد الاسئله، وان سورتو لو سكري ديال ديك لي بوسي ريميسيون الا بغيتيها ما ترجعلكش بزاف هو لو ريجيم اليمونتيغ. واخا ناخذوا مكالمه اخرى. معنا توريا من بنقرير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا توريا، الله يبارك فيك. بارك الله فيك. عافاك اختي الدكتوره. انا كان عندي مشكل ديال البواسير، ولدت الوليد ديالي. وي
وخرجوا لي بزاف وواحد الدرجه كبيره ودرت عمليه. قال لي الدكتور ضروري خصك ديري العمليه، عمروا لي بزاف بقيت نعانيش 9 شهور من بعد الولاده. درت العمليه، دابا بغيت نسول الدكتوره واش تعطيني شي حاجه باش نتفادى ان كناكل القطانين داكشي وكيجيني القبض كيضرني تما كيعطيني الالم المخرج ديالي. واخا حنا غادي نتكلموا على التغذيه. الوغ جوستمون في كنتي درتي العمليه الجراحيه فخصك الريجيم اليمونتير يكون 100% حميه ديال البواسير باش ما يرجعولكش، لان كاين لا غاسيديف، كاين لو ريسك بان يرجعولك. دونك خصك ديما تجنبي الامساك، وخصك ديما تحرصي بان كل نهار يترى هناك تبرز، يعني كل نهار ترى اون فيدونج واخراج الفضلات، ما تخليش راسك توصل للقبض. لا دونك انا هذه الحميه اللي غنقول هي اللي خصك تبعيها بدرجه الاولى. واخا نبداو بها، نبداو بعد وي. الوغ اولا تناول الفواكه والخضروات الغنيه بالالياف. على راس هذه الفواكه كاين التوت، كاين التوت البري، لي بلو بيري وراسبيري، انواع لي فروي روج، الفواكه الحمراء فوالا، كاين التفاح، كاين لي بواغ، كاين الخرشوف، الخرشوف، كاين الخضروات الورقيه الداكنه، يعني بيان سور من القرنينه والسلق والخبيزه لي زيبينار، واخا داكوغ، لي بروكولي اوسي فوالا، كاين القرعه الحمراء. الوغ تناول الحبوب الكامله. الوغ انا بالنسبه لي السيده اللي اتصلت اللي عندها لا اخ سي اش هذيك ما تناولش الحبوب الكامله، ولكن دابا حنا كنهضروا في الحلقه ديالنا على البواسير. داكور هذوك خصهم يتناولوا النخاله ويتناولوا الحبوب الكامله، يعني شعير القمح، شعير القمح، لافوان، الخرطال فوالا. الوغ نشربوا كميه ديال الماء ما تقلش على 8 الاكواب يوميا، مفرقين على طول النهار، مفرقين على طول النهار. الوغ نشربوا الشاي ديال الاعشاب. الاعشاب المنصوح بها مثلا الوغ الاسره ديال النوافع، الوغ النافح بالحلاوه ديال اليانسون، بزاف الشمر فوالا. الوغ نبعدوا على المشروبات الغنيه بالكافيين، الوغ سواء القهوه، سواء الشاي الاسود، ولا لو شوكولا الكاكاو، هادو نبتعدوا عليهم. الوغ نستهلكوا البذور لي غرين، هي الزرارع، الزرارع. الوغ بذور الكتان، الوغ بذور الشيا اللي غنيين بليزوميغا 3، وليزوميغا 3 كتعتبر مادة ملينة رائعة لافيدانج. واخا الوغ نتناولوا الزبادي، يعني سوا لو ياغورت، سوا الرايب، سوا اللبن، حيت كيحتويو على بروبيوتيك وهي بكتيريا مفيدة للجسم، كتسمى بكتيريا نافعة، نافعة اللي كتعزز صحة الجهاز الهضمي، في حين نتفاداو الحليب. يعني البلبلدي، الرايب البلدي، وي فوالا. واخا الوغ مثلا بالنسبة للعصائر، أنا كنوصي بعصير الفجل. الوغ عصير الفجل هو علاج طبيعي للبواسير، نحاولوا نشربوا عصير الفجل مرتين في اليوم. الوغ نبداو بعدا بواحد نص ديال نص كاس، ونمشيو تدريجيا لانه هو شويه صعيب. واللي كلاه هكا يعني عادي مثلا فشلاضه ولا نقاحت، كاين اللي بعد الفصل يمول فيه سي بيان، ولكن الا بغيناه بلو افيكاس عصير الفجل. واخا الوغ التين المجفف، الشريحه، الوغ الشريحه ولا الكرموس اليابس، ناخذوا 3 أو 4 الحبات مع كويس المياه دافيه صباح على الريق. شريحة مع 3 كيسان ماء، واش نرطبوه فيه ولا يعني يترطب بحال هكا؟ الوغ انا كنفضل يتكال ونتبعو كاس الماء. اللي كيترطب وكيعطي بلوز افيكاسيتي سي البرقوق اليابس. واخا الناس ديال اللي عندهم الامساك اكثريه كيديروا هذه الطريقه. الوغ البرقوق اليابس، البرقوق اليابس فوالا، الوغ نرقدوا واحد جوج ولا ثلاثه في كويس المياه دافيه، ونشربوا ذاك الماء وناكلوا ذاك البرقوق. دونك التين، البرقوق، كيف ما قلت العصير ديال الفجل، ديال الفجل. الوغ كاين الثومه، الثومه غنيه بماده الاليسين، هي مضاد قوي للبكتيريا ومضاد قوي للفطريات، وكتخفف من تورم الاوعيه الدمويه. سافي دير كو الثومه ناخذوها مع زويته العود على الريق، ولا نستعملوها بواحد الشكل اليومي في الطبخ ديالنا، ا كونديسيون كو خصها تكون اونتيير. داكور الوغ زيت الزيتون ساعتين قبل من الفطور، معلقه كبيره ساعتين قبل من الفطور. خل التفاح، اما نتناولوا معلقه كبيره مع كويس الماء دافي، ولا نستعملوه ككمادات في المكان اللي فيه البواسير، المكان اللي فيه البواسير.
داكوغ. عصير التفاح، التفاح غني بمادة البكتين وغني بالسليلوز وغني بلي فيبر دونك يساعد على لا فيدونج. عصير البربة لا بيتراف شامندر. نحاولوا نديروا واحد العصير فيه التفاح والبربة والمعدنوس قبل الوجبات. التفاح والبربة والمعدنوس عصير وي قبل من الوجبات. الوغ قشور الرمان دابا هادي لا سيزون دونك انا كنستافدو منو كثر. فوالا انا كنصح الناس باش يديروا لو ستوك ديالهم من قشور ديال الرمان. الوغ اما نشربوا كاس الماء دافي مع قشور الرمان ولا نطحنوا قشور الرمان ونديروهم مع عسل، العسل الحر بيان سور لان العسل كيعتبر واحد الماده اللي هي مطهره من الدرجه الاولى، ونديروها فوق منطقه البواسير لان قشور الرمان ماده ستيريليزانت انتيسيبتيك اللي كتحبس سيلان البواسير. الوغ العسل اوسي اما عسل الزعتر ولا نمزجو بين العسل والشيح ولا العسل وحبوب الشاي مطحونه، هادو كلهم للدهن في المنطقه المبيعي ديال البواسير. كاين اوسي القشور الجوز، قشور ديال الكركاع وي يعني ملي نكسروا داك الجوز وناخذوه ناخذوا الجوز اللي بالقشره اللي بلاكوك ديالو بالقشره ديالو وهذيك القشره البرانيه وي القشره البرانيه قاصحه وي سي سا القشره البرانيه. الوغ هذيك القشره البرانيه نديروها في الفران تحمر اييه. الوغ نطحنوها ونخلطوها مع زيت الخروع ونديروا بها مكمدات ولا ضمادات على المنطقه المصابه. الوغ بيان سور هادو طرق اللي كتصلح في المرحله الاولى وفي المرحله الثانيه من البواسير، يعني ماشي في المرحله الثالثه. وطرق اللي ما نمزجوهاش مع لا بوماد لي فاري دغو كورتيزون، صافا ديغ كنقدروا نخليو لا بوماد ولي سيبو بالليل وبنهار نستعملو مثلا هاد التقنيات. اوسي بور لا فام اونسانت، المراه الحامل ولا المراه اللي يلاه ولدات اللي ديك الادويه صعاب عليها لان فيهم ماده لي دغو كورتيزون، فانا فوالا كنوصيها باش تستعمل توسكي طبيعي باش ما نديروش اتاك على ركزوا على هذا النظام الغذائي. وفي نفس الوقت هذا الدهن الموضعي بهاد المواد الطبيعيه اللي ذكرتي يحاولوا انهم يديروها وي. وخاصه انهم ما يخلطوهاش مع كريمات موضعيه يعني ديال الادويه افكتيمون، يحاولوا ينظموا لها الوقت ديالها. الوغ كاين اوسي اللفت، العصير المستخرج من اوراق اللفت كيساعد في علاج البواسير. الوغ نقدروا نطحنوه مع السبانخ ومع القرعه الحمراء لي بوتيرون. كاين مادة الزنجبيل اللي غنية بالجينجيرول اللي هو مرمم لجميع جدران الشرايين. صافي ديغ كنديرو كاس الماء دافي مع زنجبيل مع الليمون ولا مع العسل، فهي كتساعد على لا فيدونج دونك اوتوماتيكمون كترمم الشرايين. ما نخافوش من الحرورة ديال الزنجبيل حيت مثلا كيف ما قلنا فالمادة الحارة كتدير البواسير. الزنجبيل كيتم الامتصاص ديالو في دي دوز في الاثنا عشر دونك ما كيوصلش للمستقيم، يعني ما كيهبطش لمنطقة باش غادي يزيد يهيج باش يزيد يهيج المنطقة. فوالا مازال غادي نكملوا ناخذوا بعض المكالمات ونرجعوا لحمية البواسير. معنا إلهام من بني ملال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إلهام مرحبا. أنا كنشكركم على هذا البرنامج. الله يبارك فيك، مرحبا إلهام. بغيت نسول الدكتورة، أنا كان عندي لا فيسير وي وتنعاني من هذا دابا شي عام ولا شي عامين تقريبا دابا هكايا وي مشيت للطبيبه ديال الجهاز الهضمي وهادي وتتخرج لي ديك المراهيم وداكشي دوك لي سوبوزون كنديرهم ولكن والو ما براتش. الوغ شريفه الا ما براتش خصك تفتحها باش يعاود يخيطوها لك، واش زعما ضروري عند هاد الجراحه؟ نقول لك علاش، حيت دابا هي لا فيسور نورمالمون دابا انت سنه وانت عام وانت كداوي فيها. فوالا تقريبا اكثر من عام. فوالا الا ما تجمعاتش الوغ شنو هي لا فيسور؟ هو عباره عن شق فديك المنطقة. إلا ما تجمعاتلكش في هاد المدة كلها فهي عمرها ما غتجمع. دونك شنو غيطرالك؟ غتزيد تمادى داك الشق غادي يكبر. وإلا كبر داك الشق يقدر يوصل لك الانتيغيوغ يمشي لك المستقيم يمشي لك المصران لو كولون. حدا بقى أنت عندك الشق خارجي. خارجي. فوالا. الآن باقي تقول لي راه خارجي. فوالا، ألوغ إلا ما سديتيهش من دابا فهو غيكبر، وإلا كبر يقدر يولي داخلي، وديك الساعة إلا ولا داخلي العواقب ديالو كثيرة. يعني كاين شي ريجيم اليمونتيغ ولا شي حاجه؟ لا غتبع. الوغ شوف غتبع معنا هاد الريجيم اليمونتيغ ياك يعني انا كنوصيك باش تتبعو بيان سور، لان ما خصكش عاوتاني لا فيسيغ تكبر، ولكن الا ما داواتش في عام فهي ما غتداواش يعني في مده اكثر. دوك انا كنوصيك تفاديا للعواقب الداخليه انك تبطل بلي هو خارجي.
واخا معنا مكالمة أخرى. تعرفوا على التساؤل ديالها معنا حنان، حنان من الدار البيضاء. ألو ألو ألو، السلام عليكم حنان. وعليكم السلام. مرحبا حنان، تفضلي. الله يخليك، أنا بغيت نعرف على حسب البواسير وداك الشيء. أنا باش كنت حاملة في داك 7 شهور الأخرانيين ديال الحمل وداك الشيء، بداو عندي البواسير. وي كيف صافي تيحمل فين ولدت وداك الشيء، بحال زادو خرجوا ليا. وي مشيت عند الطبيب وداك الشيء شفتو ديال الجهاز الهضمي و غاسترو. وي غاسترو، مشيت عندو عند غاسترو وصافي قال لي عندك انفيكسيو. وقال لي معاك الحام معاك تكرد وداك الشيء، عطاني غير لي فورماد وصافي. وي ودرتهم وصافي صراحه معني صافي دابا عام ونص ما رجعتش عندو مازال. داكوغ. ودابا مثلا باغفوا مثلا في كنحط تواليت ولا في هكا كنبقى سيرتو إذا كانت كونسيباسيون كيبقى الحريق وباغفوا كيدوز الدم. داكوغ. واش كتلقى بعض المرات في الملابس الداخلية ديالك لي سيل يعني الفضلات، واش كتزهق ليك؟ لا عادي زعما، عادي داك عادي زعما، ماشي ديال شي حاجة كثيرة ولا قليلة، عادي زعما. حيت من علامة لا فيسيغ انك يتم اخراج الفضلات عبر لا فيسيو. نو 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 الفضلات لا لا. داك لا داك، غير هو مثلا في كيكون كونسيباسيون ولا شي حاجه كندخل التواليت كنلقى مثلا مبقى في التواليت بزاف، وكيكون كنلقى صعوبه مثلا باش الواحد يخرج وداك الشيء. داك خلاص عاوتاني كيكون الدم تاع الخطرات. الوغ انا بالنسبه لي خصك ترجع. وي انا بالنسبه لي خصك ترجع عند الميديسان ويدير لك ان اكزامان كلينيك، يعني خص ان توشي ريكتال، يدير لك ان اكزامان كلينيك ويعاود يقلب هذيك المنطقه باش نشوفوا شنو هي الدرجه ديال لا فيسيغ ونشوفوها اصلا واش باقا ولا لا، حيت بعض المرات كتضحك مع الحباله مع الثقل وابخ الولاده كتجمع. خاصنا نشوف واش دابا عندك فيسيغ ولا عندك غير بواسير داخليه. لا حيت كاين خارجين عاوتاني، كاين داك اللي بحال خارجين. داكوغ. وخارجين من دوبي انو خارجين؟ انا من الولاده، من ولدت وهما خارجين عندي. الوغ انا بالنسبه لي خصك تمشي، الوغ خصك تمشي عند لو غاسترو باش يقلب موضعيا وباش يشوف شنو غيدير لك، واش ويدير دي زانفراغوج ولا غيكويهم لك باش ما يبقاوش هكذاك. دونك يمكن هما يتحيدوا زعما داير في اوبيراسيون دابا باش يتحيدوا نورمالمون. وي نورمالمون ما خصهمش يبقاو هكذاك مدليين خارجين. ولكن دابا كاين تقنيات، يعني سافو دير كو دابا كاين اما انجيكسيون سكليروزونت، يعني كاين واحد ليباري اللي كيجمعوهم، وكاين لي زانفراغوج، وكاين لا كريوثيرابي قبل ما نوصلوا لا شيروجي. عاد خصنا نتاكدوا بان عاد بواسير. باغ كونت لا كانت لا فيسيغ، لا فيسيغ سي عمليه جراحيه. العموم يعني التطور الطبي، يعني حتى العمليه الجراحيه ما بقاش بداك المفهوم. افكتيفمون بالعكس، غير يتشجع ويتشجع وما يبقاش خايف من دابا. كاين جوستومون دابا تيلمون تطور يقدر المريض يفتح صباح ويخرج في العشيه بالنسبه للبواسير ولا فيسيو. انه دائما كنسمعوا تدخل الجراحي صافي الواحد يرجع اللور، ولكن يعني هي المشكل اللي عندنا سيكو الناس كيولفوا ولا كيستانسوا بهذا الشيء، ولا كيقول لك انا عندي امساك مزمن. ما كايناش شي حاجه سميتها الامساك، يعني خص عدم السكوت على الامساك. خص ضروري من التبرز والاخراج يوميا. للاسهال ولا الامساك؟ بيان سور للاسهال والامساك جوجهم سافا دون لي دو سونس. اوتر شوز ما نجلسوش، يعني عدم الجلوس مطولا في المرحاض. كاينين الناس اللي كيدخلوا معاهم مكتوبه تابلت تليفون وكيبقى جالس في المرحاض، هذاك كيؤدي الى ارتخاء العضله القابضه. الوغ نورمالمون الواحد كيدخل المرحاض عند قضاء الحاجه اعزكم الله، ابخي سي تيرميني، كنبقاوش جالسين كنتفرجوا في ان تخوك. علاش؟ انا كيؤدي لارتخاء العضله القابضه. وكنشجع الناس على المشي، لان المشي كيدير حركه ديال القولون وحركه ديال العضلات المستقيم. ناخذوا معنا فاطمه من اكادير. الو الو فاطمه. وي السلام عليكم لالا. الله يبارك فيك، مرحبا. بارك الله فيكم، ميرسي بوكو على هذه البرامج اللي كتقدموا لنا. عندي الاخ ديالي ما عرفتش عندها علاقه بهذا الموضوع اللي كتقول الدكتوره الان على لي زوموغويد، فيستول انال. فيستول داكو. وي. داكو. وي لا ما خلا ما دار عليها عامين دابا، هذه خدا لي ميديكامون خدا كل شيء، مره كتجي مره كتمشي فهمتي، مره كتعصبو مره. الوغ شريف، على فيستول انال ما فيهاش تريتمون. شنو هو معنى الفيستول انال؟ وي لا لا، لا فيستول انال ما عندها علاقه بالبواسير. لا فيستول انال ماشي تمدد الاوعيه الدمويه. داكوغ. لا فيستول انال سافو دير كو جاي المشكل من المصران. داكوغ دونك خصها تسد، وخص الميدسان شنو كيدير في لوبيراسيون؟ كيسد ديك لا فيستول وكيقلب على لوغيجين ديالها في المصران وكيسدو حتى هو. دونك عنده علاقه بالمصران هادشي. وي سي لو كولون. لا فيستول انال خصنا نفرقوا بين لي زوموغويد
وي ولا فيسور ولا فيستول. دابا لي زوموغويد هما كما قلنا هما بحال دي فاريس ولكن جاوا في المخرج. لا فيسور هو عباره عن شق في منطقه الشرج، مي لا فيستول عباره عن ثقب، عن ثقب في الجلده ديال المنطقه ديال يعني ديال ديال لي فيس، ولكن منين هابط هابطه من شق في المصران. صافي ديال كو الطبيب خصو يشد داك الشق ديال المصران باش ما يطورش لشي حاجه الشرج يعني في باش ما يطورش لشي حاجه اللي هي قبيحه. صافي ديال كو سي اون دوبل اوبيراسيون اون ميم طون كيسد داك المنطقه ديال الجلد اللي هي مفتوحه وان ميم طون كيسد الشق اللي هو في المصران. واخا غادي نختموا باخر مكالمه فاطمه من اكادير. الو فاطمه. الو واخا نرجعوا للتغذيه. نرجعوا للتغذيه. كاين اوسي بودور السمسم، يعني غنقبطوا حفينه ديال السمسم زنجلان ونطحنوه تيولي عباره عن زبده ونتناولوها شاك جوغ افري داي. كاين الكركم لا كوركمين، الخرقوم البلدي هو مطهر من الدرجه الاولى، غير هو مطهر مشويه يعني ما نقدروش نحطوه منه لابو. صافي دير كو اما نديروه في كمادات داكوغ كركم طازج، ولكن الكمادات يكونوا شويه ايبي باش بحال دابا درنا البونسمون دوبلوها افكتيفمون عاد نديروها باسكو لا كوركمين بعض المرات كتقدر تسلخ الجلده مثلا الجلده فوالا. الوغ كاين بودور الكمون، الوغ نحمصوا هذاك البودور ديال الكمون ونتناولوها اما مع الماء دافي اما نصوبوا منها واحد العجينه اللي هي سميكه. وهاد العجينه حتى هي نديروها موضعيه ولا لا؟ هادشي لا هادي الماكله. كاين حتى هاد الخرقوم حتى هي لا الوغ الخرقوم قلتي لنا ناكلوه وفي نفس الوقت نديرو كمادات فوالا. الزريعه ديال الكمون لا لا. الوغ كاين الريحان، صافي دير كنت ناولو اتاي ديال الشاي ديال مع اوراق الريحان، حتى هو كيساعد على اخراج الفضلات. اوراق الريحان وي. كاين ديغنييغمون اكتشفوا بان عصير للويفيغا كينقص من تورم البواسير. وفي الحالات القصوى كاين لي غلاسون، يعني نستعملوا لي غلاسون ديال الثلج كيديروا ناس كون ابل اون فازو كونستريكسيون، يعني كيقفلوا لنا دوك الاورده الدمويه. عرفت هما ما نحطوهمش ديريكتومون مي لويهم في واحد لو بونسمون، ما نديروهمش منهم يعني الجلد. وي فوالا. واخا هذه حميه خاصه جدا لمرضى البواسير اللي على العموم خاصهم يلتزموا بها لانه فيها يعني متوفر كل شيء، كتعالج كتنقص من هذاك التهيج ديال المشكل. وي الوغ اخيرا كاين واحد الماده اللي حنا عندنا في المغرب اللي تسمى الخروب. الوغ الخروب جد 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 مفيد بالنسبه للحركيه ديال الامعاء والحركيه ديال الكولون، مفيد يعني هو ضد الامساك. مؤخرا ولاو كيصيبوا واحد الادويه ديال الامساك مستخرجين منه، دونك نحاولوا نصيبوا اون بات ديال الخروب، يعني اون بات ديال الخروب نمزجوها مع ديك الزبده ديال السمسم. اييه واتارتيني مثلا واحد ياخذها ونديروها مع التين مجفف فوالا. ونديرو اون بات اتارتيني شاك جوغ صباح، يعني سافو دير الا حاولنا ناخذ زيت العود على الريق، حاولنا نديرو هاد لاباط اتارتيني، حاولنا نتناولوا الفواكه والخضر اللي قلت، العصائر اللي ذكرت، شربنا جوج اترو ديال الماء في النهار، المشروبات الدافيه اللي ذكرتي افكتيفمون، يعني فاوتوماتيكمون يعني ما غيكونش هناك امساك، وبيان سور ما غيكونش امساك دونك ما غيكونش بواسير، ما غتكونش فيسور اوتوماتيكمون، ما غتكونش مضاعفات. تبارك الله عليك دكتوره صابرين الشيوي، مشكوره جدا. مرحبا. دكتوره صابرين الشيوي طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري اخصائيه في التغذيه والحميه الصحيه، مشكوره على كل هذه المعلومات والنصائح الطبيه اللي قدمتي لنا اليوم في موضوع النظام الغذائي الخاص لمرضى البواسير. نتمنى انكم تكونوا كتستافدوا معنا دائما من خلال برنامج اللامولاتي. لكم تحيه وفاء فائز رفقتنا في الاخراج، وسميحه الشوبي في استقبال مكالمتكم الهاتفيه. نتمنى لكم صباح مبروك برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم.